الطريق من تاني، مش بس كده، وصلنا موشي جنب العملاق كليمنجارو، تاني أعلى قمة في العالم وأعلى قمة في أفريقيا. بقالنا 10 ساعات في الباص ده ولسه واصلين مدينة موشي. في واحد جاي ياخدنا بالعربية بتاعته تبع الكاوتش سيرف بتاعنا، الكاوتش سيرف اللي عند الناس اللي ما تعرفش كاوتش سيرف، الناس اللي هتستضيفنا عندهم النهارده. I'm Sophie. Nice to meet you. Hello. How are you? Fine. I'm Sophie. I'm Muhammad. Welcome. This is my little sitting room. You feel comfortable if you wanna. I don't know. It's such a cool house. Yeah. It's so cool. Yeah. This is my kitchen. I was cooking this. This is beef meat. يا صوفي عايشة هنا في البيت ده مع جوزها، فحاجة ظريفة يعني كده، تخش كده بيت ناس كده بتعمل أهل البلد، يعني يديك انطباع آخر، منظور مختلف عن البلد اللي أنت بتزورها. You're coming in the right moment for the special, special arrangement. بنانا مع رز with rice ها and spinach thank you for this food you're welcome so much شوفي. انا كنت جعان ونسيت اقول لكم اصلا احنا طبخنا ايه. يعني انا خلصت اكل وبتاع، بعدين بعد كده ما حسيت ان انا بدات اشبع، قلت يا نهار اسود انا ما قلتش انا اصلا طبخت ايه. What we cooked جزر جزر وفلفل أكتر بصل طماطم و توفو ساسجز سجق، مش من اللحمة، بس من التوفو. كان أكل عظيم يعني. الرز ده لذيذ جدا. نص نص. يعني كل مدينة صغيرة زرناها في الرحلة ديت يعني مختلفة تماما عن كل المدن اللي زرناها قبل كده، كلهم مختلفين عن بعض. يعني احنا مدينة زي مدينة موشي ديت كنا جايين بس عشان نشوف كليمنجارو، وكنا مفكرينها يعني قرية صغيرة كده وبتاع، يعني مش حاجة يعني تثير انتباهنا، مش مثيرة للانتباه، بس يعني جينا هنا لقينا يعني مدينة كبيرة، ويعني الحياة فيها مختلفة تماما عن الحياة عن المدن التانية. حتى الفواكه والحاجات اللي بتتباع في كل بلد بتبقى مختلفة عن البلد اللي قبلها، رغم ان احنا في نفس يعني كل مدينة مختلفة عن المدينة، رغم ان احنا في نفس البلد، بس كل مدينة بتبيع فواكه مختلفة. يعني الحاجات دي احنا مش عارفينها ايه اصلا. مختلف دي انا سمعنا انها اسمها بطاطس يعني البطاطس ديت ما بت يعني ما بت they don't grow in the ground. They hang on plants. بيسموها بطاطس الهوا، يعني مش بطاطس تحت الارض، بطاطس بتيجي من تحت الهواء. ودي زيتونه ودي باشن فروت، بس اللي هو البنفسجي. هنا ده مش عارفين ايه اصلا. مصانع احذيه المساي موجوده هنا، بيعملوها من الكاوتش باشكالها. 4x4 بس يشوف 4x4 ها. يعني من تحت عجلة ومن جوه، يعني ده اللي النسيان بيلبسوه مش عارف ليه. تريك سو اه دوغ نو بروبلم هير يو بن واش يو واش؟ اه افتر 5 مينت دو يو وانت تو تراي؟ هيز باي ذن جامب ها؟ ديك اتس كومفي اون اتس يو دونت فيل اتس باد اتس سم هاو ا بيت كومفي لايك يو نو اتس فليكسبل تحس ان هم مريحين كده شويه، بس يعني بيروحوا ياخدوا معاك كده يعني كاوتش. انا حاجه هير، حاجه من الحاجات اللي بيثبتوا بيها، بيثبتوا بمسمار، يعني كله حاجات كده، يعني مفيش خياطه في الموضوع، الموضوع كله مسمار وبتاع وجلد كاوتش. This is my size. Good.
Yes, your size. You see? Yeah. You see from down? Car. الكاوتش اللي انتوا بترموه في الزباله بيجي هنا يتعمل احذاء يعني ارموا يا جماعه ما تخلوش يتبهدل. شنبه ما بيقطعوهوش كده على طول ده بيعملوه زي طبقات كده بياخدوا الكاوتش طبقات عشان يطلعوا مثلا يعملوه خفيف كده. ايه عشان هنا بقى ايه منطقه كليمنجارو والمنطقه المحيطه ديت موجود فيها قبائل المسائل الاصليه بقى يعني مش زي اللي احنا شفناهم في زنزبار بتوع زنزبار جايين من هنا اصلا. تلاقي بقى مصانع الاحذيه ديت موجوده في الشوارع بقى كده منتشره. زنزبار بقى مشهوره بالكوفي. كوفي كوفي All of this in from Kilimanjaro. All from Kilimanjaro. Smells so good. يعني غير إن كليمنجارو يعني مشهورة بزراعة القهوة عندهم منتجات كتير يعني منطقة كده بتحس إنها مصنعة يعني كل حاجة تلاقيها كليمنجارو يعني مفتخرين جامد التنزانيين بمنطقة كليمنجارو وكليمنجارو أصلا حاجة جميلة يعني. وصلنا على واحدة من القرى اللي موجودة على سفح كليمنجارو عشان نوصل لنقطة معينة كده هي شلالات ماتيروني أول ستوب لينا عشان ندفع رسوم الدخول اللي هي بتهيألي حوالي $10. You can't allow to go alone. Huh? You have can't allow. Because we have the rules of the village. So you have to take the local guide from here to the waterfalls. طلعنا بقى ايه خدنا الجايد بتاعنا اللي هو what's your name? Steve. Yes. Steve looks so stylish. Yeah. يعني بقول لك لوكال وبتاع لابس احسن مننا يعني. Like from Dar es Salaam city. هندفع للجايد ده 15,000 كويتش يعني حوالي $7 حاجة مش كبيرة يعني حاجة مش غالية. هو اصلا شكل اصلا الطريق مش محتاج يعني جايد يعني بص تلاقي موضوع سهل وبسيط كوفي ارابيكا هم تيروني وغاني كوان واحدة من مجاري المياه اللي جايبها من الشلال بدأت البشائر تهل. الموضوع كله قرينا على الانترنت 40 دقيقة عشان تطلع على توصل للشلال. حاجة بقى بمناسبة الخضرة اللي احنا ماشيين فيه ده. يعني تنزانيا اصلا موجودة على خط الاستواء يعني منطقة خط الاستواء. طول السنة تحس ان الجو معتدل يعني ولا بيزيد ولا بيقل يعني بدرجات بسيطة جدا يعني ما عندهمش البرد الجامد ولا حر جامد قوي. هو اللي بيختلف عندهم في المواسم مثلا درجة الرطوبة بتعلى ولا بتنقص بس يعني مش درجات الحرارة نفسها. المية دي بقى جايه من الجبل من التلج اللي فوق الجبل يعني حاجة كده عظيمة يعني تشرب على طول ممكن. طبعا بقى قررنا نوصل الشلال نطلع بقى ايه الترايبود. الترايبود ده شايله بقالي 5 شهور ما استخدمتهوش غير كم مرة كده وانا بسجل لكم حاجة مثلا ايه وانا قاعد بتكلم غير كده ما استخدمتوش. قررت النهاردة بقى ايه هنشغل انستجرام بقى والحاجات ديت ناخد بيه كام صورة كده فمتنسوش تشيكوا على انستجرام عشان ما يفوتكوش كتير عشان بننزل اصلا ستوريز برضو لكل حاجة بتحصل في يومنا عشان تبقوا اول باول يعني. يعني ساعات الواحد علوه بصدقش الكلام ده ما تقدرش تستوعب
تاخد شاور. حشت بقى ايه الطريق هنا كله طين يعني صعب جو كمان يعني هوا فالميه عماله تطرطش. خدنا شاور من غير ما ننزل تحت الشلال والميه تلج تلج تلج. This is the one who can change the color. Now he's not green anymore. Yeah, he's brown. But take it in your hand to see. Now it gets white, pink. Does it get whiter already? Yeah, it gets white, huh? غير الوان يعني كان على ايد ستيف بني قلب هنا ابيض. اه سويت يا كم هي يو وانت تو ووك ناو جرين اجين. صديقتي البيئه دومينيك احنا مبلولين جامد. احنا خدنا شاور محترم. على السلامه يا كاميليون. دومينيك بعد الشاور يعني حتى الكاميرا واخده شاور. قاعدين بقى دلوقتي ايه ناخد لنا تشريبه كده ونريح شويه بعد البرد اللي خدناه ده يعني تلجنا تلجنا. Welcome Tanzania, hakuna matata watu wote ya pole pole eh, hakuna matata Tanzania eh, my brother my sister karibu tena welcome. Goodbye. الشمس شجمل من كده والله العظيم. خلصنا الهايك السريع الخفيف ده يعني مستنيين دلوقتي ده الباص اللي المفروض هياخدنا. المشكله بقى في القريه ديت ان يعني عددها قليل فالناس قليله. كويس ان في مواصلات اصلا عشان كده المواصلات بتاخد وقت طويل قبل ما يملى وبتاع ويتحرك. يعني القريه دي بتبعد 40 دقيقه كده من يعني او ساعه مثلا من نص المدينه من نص مدينه موشي. تقدر تاخد لها ميكروباص من الموقف هناك. بس اشوفكم بكره. طلعنا من مدينة موشي خدنا ميكروباص على مدينة بوما ومن هناك خدنا التوك توك ده وبقالنا فيه حوالي نص ساعة عشان نوصل أكتر مكان جاف شفناه في رحلتنا كلها عشان نلاقي نفسنا في الجنة دي. ده بره كده يعني ايه عين بيقولوا عليها سخنه بس هي مش سخنه قوي يعني نص نص. انا الناس بتيجي تستمتع كده هي موجوده في نص يعني اكتر منطقه ناشفه او جفاف احنا عندنا عليها اصلا يعني تحس ان هي كده يعني ايه زي واحه كده في وسط الصحراء. اوبا لا البحيره ديت ولا العين ديت اللي موجوده هنا اللي هي مش سخنه ان مليانه سمك من اللي بيعضعض ده عامل لك كده مزاج وموجود كتير يعني واحجامهم كبيره يعني مش احجام صغيره ابدا.
احلى حاجه في اي مكان سياحي لما تيجي متاخر شويه قبل السانست كده بتلاقي كل السياح مشوا وكل حتى اهل البلد اللي موجودين بيمشوا فتلاقي المكان كده يعني ايه جنه مش زي ما جينا كده كانوا لسه الناس ما مشوش وبتاع تلاقي المكان فاضي وهادي استمتع بقى عايز تنزل تروح وتيجي بقى حلو احنا في الحقيقه ما كناش جايين بوما عشان بس نشوف الهوت سبرينج بس كمان عشان نشوف كليمنجارو اللي مختفي بقى له يومين ورا الحيطة دي مستخبي أعلى قمة جبل في أفريقيا دي أعلى قمة جبل في أفريقيا مستخبية كده مش عارفين نشوفها بقالنا 5 أيام يعني احنا جينا هنا كنا بنقول ايه عشان تتسلق الجبل ده لازم تدفع لك $2000 ولا حاجة جينا هنا واحنا يعني قلنا نتفرج من بعيد يعني نشوف منظره حلو يعني جميل بس بقاله من ساعة ما جينا ما هو مستخبي كده ورا السحب دي came to Kilimanjaro we didn't see Kilimanjaro so like only to imagine how big it would be yeah. So tomorrow maybe ممكن بكره يلا اشوفكم فيديو جديد ممكن بكره تشوفوا كليمنجارو معنا سلام